انا طبعا كفنان اركت اشتغل في الفن الاركت اللي شفته اللي هو البورتريه والايات الحروفيات احنا نسميها. وعندي العمليه اللي انا هم بعد محاضر حاضرت في كليه التربيه الاساسيه واللي هو في الارابيسك، فن الارابيسك المشربيات والمرافع الاسلاميه، وهذه من ايام العصر العثماني وكانت لها حقب زمنيه في ذاك. هم بعد اسوي المشربيات والمرافع الاسلاميه. عندي طبعا صناعه الابواب في الجمعيه الحرف، أنا متخصص في صناعة الأبواب الكويتية القديمة والمراويس. الأبواب البيبان طبعاً، أنا عندي أبواب بخوخة، أبواب بصفاقة، وعندي صناديق المبيتة أنا هم بعد أشتغل فيها. هذه بالنسبة حق التراث يعني. لكن والنحت أنا أشتغل فيها بعد في نظام النحت، الأركت النحت يعني. بيشوف خلنا نستعرض معاك الصور مع بعض ونشوف. هذا الكتاب اشتغلت فيه حق مره صارت مشكله حق الفلسطين، ما فلسطين في شارك ويا النقابه شاركت معهم. هذا مسدس مسلط على كتاب خشب صج، هذا حقيقي طبعا. المسدس اصدمني يقول لي خشب هذا اي خشب كذي؟ لا اي خشب ما شاء الله اي تقول حسدناك اي لا هذا خشب صراحه. وعندي الشريط ماله والفيلم ماله اللي وانا شلون قاعد اصنعه بدايته. هذا عليه خريطه فلسطين لو نلاحظها، وعليه المسجد القدس العربيه القدس اي مسلط ان الكتاب تاريخ فلسطين معروف والدوله هذه معترف فيها، والخريطه هي دوله فلسطين. المسدس هو مسلط، هو العدو الصهيوني اللي قاعد مسلط على الخريطه على الاسرائيلي وعلى المسجد اي على المسجد وعلى الشعب اللي كان قاعد يسوي وتحت قران على ما اعتقد صح. هذا كتاب ثاني، هذا كتاب ترى على فكره هذا كتاب صج انقص، كتب انقصت لقيتها بسوق اليمعة خذيتها وقصيتها سويتها كذي بهالطريقة. بس شنو هو الكتاب هذا؟ هذا كتاب عادي أي كتاب. على ما راح بالي إنك لا هذا كتاب صجي يعني مو خشب، لا كتاب صجي والمسدس كتاب صجي انقص بطريقة الأركت إنك كذا يعني.